معرض للكلاسيكيات الروسية للقرن التاسع عشر من مجموعة متحف الدولة الروسي، يجمع عشاق الفن بالروائع الجديدة التي ستعرض في إسطنبول لأول مرة، وكذلك يعرض جزءاً من التاريخ الروسي عبر الصور الواقعية. الروائع المختارة من متحف الدولة الروسي الواقع في سانت بطرسبورغ يعكس كل مجال من مجالات الحياة بالمشاهد التي تعنى بالعمل والفقر وعالم الأطفال والترفيه العام والحرب والثورة والموت ونبلاء المدينة. هيمنة الاتجاهات الواقعية على صور الحياة اليومية الروسية بعد عام 1860، الرسامون المتقدمون بدأوا يتدارسون القضايا التي تمثل مشاكل العصر مثل الظلم الاجتماعي والعبودية وعمالة الأطفال واضطهاد المرأة والفقر، وقد دخلت الحياة اليومية ضمن مجالات الفنانين. المعرض الذي ستجدون فيه لوحات الرسامين الروسيين المشهورين ينتظر عشاق الفن في متحف بيرا بإسطنبول، وهناك أنتم على موعد مع مشاهد الروعة من كلاسيكيات العهد القيصري الروسي.